المدرسة الابتدائية فرحة حشيد أكودة تتشويت باش نتعرفوا على صغيراتنا في نصيف ورقة. نصيف ورقة الأكيد نعرفوا فيها التفاصيل على تلامذتنا اللي يجيونا من زوز مدارس باش نتعرفوا على هواياتهم، على شنو يحبوا يطلعوا يا ندرا، صغيراتنا شنو الحاجات اللي يحبوها باش مغرومين في القراية، هذا الكل في نص ورقة. نص ورقة. نص ورقة. نبدأ مباشرة مع المدرسة الضيفة اليوم اللي جيب حضرنا لأول مرة، المدرسة الابتدائية فرحات حشاد أكودة، يحضروا بحضنا منها رملة الجاموسي، ريما بالحاج سلامة، وجلول الهدار. رملة الجاموسي عسلامة، شنو حوالك يا رملة؟ تقرب للميكرو شوية. لاباس. وين تقرأ رملة؟ قل. في مدرسة فرحات حشاد. سنة سادسة؟ إيه. قداش معدلك في ال 32؟ إن شاء الله الثلاثية هذه المعدل خير ولا كيفاش؟ صح. ماك مازلتك عديت الامتحانات، كيفاش تعداو؟ الحمد لله. معانا زيدا ريما بالحاج سلامة. رمروما عسلامة. عسلامة. شنو حوالك؟ لاباس. سنة سادسة أنت زيدا؟ إي. قداش معادلك المرة اللي فاتت؟ 18 28. المرة هذه نجيبو 19 ولا مازلنا في 18 زعما؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله خير يا ربي. شنو هوايتك؟ شنو ماذا بيك تطلع؟ حاب نطلع طبيبة. طبيبة، عندك اختصاص في مخك؟ مازلت ما متردة ما بين متاع صغار ومتاع عيني. بي زوز بهين هم. رملة ما سألتكش شنو تحب تطلع، شنو تحب تطلع انتي؟ تحب نطلع جورناليست. جورناليست. انتي ولدك في عالم الصحافة، مغرومة بالصحافة من الوالد. ماذا بيك تطلع في الصحافة المكتوبة وإلا المسموعة ولا المرئية؟ المرئية. المرئية ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نشوفوك صحفية شهيرة جدا. معنا جلول زيد. عسلامة يا جلول. سلامة. اشي حويلك؟ لاباس. سنة سادسة زيد جلول. سادسة. بي قداش معدلك في التريمستر تعدل؟ 16-75. وشنو ماذا بيك تطلع ان شاء الله؟ جراح. جراح. عندك جراحه معينه والا جراح عموما مازلت ما حضرتش الاختصاص؟ مازلت حالي الاختصاصات. ماذا بيك شنو حاير بين شنو وشنو؟ حاير ما بين العيون وجراحه العظام الفاصل. واضح، ان شاء الله نشوفوكم تحققوا الاحلام اللي انتم تحلموها الكل الاكيد. الفريق الاول هو للمرة الخامسة على التوالي بحث نظيف نورتونا، المدرسة الابتدائية العمارة الشمالية يمثلها ليون، اليوم ريان العربيرة في المهري ليندا الشتوي. شنو أحوالكم أصغار؟ أش عاملين يا صغار؟ تعدوا الامتحانات لاباس يا صغار؟ لاباس. الحمد لله يا ربي. نتمنيو اللي أنتم تكونوا عديتوهم على أحسن ما يكون. شو ما أكثر حاجة قعدت في مخاكم من الجمعة اللي تعديت؟ فماشي امتحان جاي صعيب هكايا شوية، امتحان ما كانش في المتناول، كلهم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. باهي نمشيو مباشرة للعبة. نحيي واحد. تفضل. نحيي صاحب بزارتي وملاك اللي بزارتي ديما هو يجي معانا. اي. وملاك هي اللي جات في أول مرة لعبت معانا وتوا جات. اي. ونحيي اللي كان يلعب الفوتوشوب كل مرة. لعب الفوتوشوب. بدينا شكون لعب الفوتوشوب الله اعلم. بدينا بالشغب من اول الحصه، خلينا نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونمشيوا مباشره للمحور الاول. اي لاف تونيزيا. اي لاف تونيزيا. تحب قبل ما نبداو المحور صافي تذكرنا في قانون اللعبه؟ اي نفكروا وفاتنا قانون اللعبه، يلا ركزوا مليح. عندنا 6 محاور تعوضوا بهم، المحور الاول اي لوف تونيزيا، المحور الثاني النومرو، المحور الثالث اني وين، المحور الرابع سولفيج، المحور الخامس خدم مخك، والمحور السادس الكونتينا. في كل محور عندنا زوز اسئله، كل فريق نسالكم زوز اسئله، السؤال على 50 نقطه، وفي 6 محاور الكل عندكم الحق في لو دو جوكر المتعودين عليهم اللي هما تغيير السؤال والا حذف اجابتين. نوضح حاجه، اليوم في المحور الثالث اني وين باش تعطيكم فاطمة هي المؤشرات على بلاد ولا بلاصة معينة وانتم تطلعوا شنية البلاد. باهي وعندكم كرونو متاع دقيقة ويبدا الكرونو ابارتيغ من اللي فاطمة تبدا تقولكم في المؤشرات. واضحة الفكرة ولا نزيد نوضحوا؟ في انا وين شنو باش يصير؟ هو في حالتنا العادية مستنسين نسألوا حاجة ونعطيكم معها 4 احتمالات. اليوم باش نعطيكم انا الأربع احتمالات من الأول، مثلا باش نقول لك احنا موجودين في الساحل. الأكبر مثلا تتسمى بجوهرة الساحل، نقعد نسمي أربع حويجات، الأربع حويجات هذوكم في كونتور نتاع دقيقة، كرونو دقيقة واحدة. يعني الوقت يمشي وأنت تمشي. وأنا نقول على أربع حويجات، أنتم مطالبين تعطيوا الإجابة. الحاجة جديدة زاد، اللي احنا فك الأربع حويجات هذوكم احنا نقولوا أنتم مطالبين تسمعوا ليزانديس الأربعة حتى يوفاو، بعدها تبداو تعطيوا الإجابات نتاعكم، وفي صورة ما السيدة المتفقدة تلاحظ بعض التجاوز في الأجوبة
وإلا في التشويش على الزملاء وإلا غيره، عندها حق اللي هي تحذفنا 20 نقطة من المجموعة. واضحين ولا لا؟ أنا هنا ارتحنا، عدينا امتحاناتنا على رويحاتنا، وقيت اللي احنا هكاية نجاوبوا إجابات صحيحة، وإن شاء الله تكونوا رابحين وربحات. السؤال الأول موجه للمدرسة الابتدائية العمارات الشمالية. سؤالكم يقول: وقتاش تأسست المدرسة الحربية بباردو؟ يلي ندرى عام 1837 وإلا 1840 وإلا 1846 ولا 1855؟ نسألوا على تأسيس المدرسة الحربية بباردو. وقتاش تأسست يا رندرا؟ عام 1837 وإلا 1840 وإلا 1846 ولا 1855؟ الإجابة الأكيد نستناوها من المدرسة الابتدائية العمارات الشمالية، ممثلة اليوم من ريان العربي، رفيف المهري، وليندا الشتوي. كان عندكم إجابات نجموا تعطيونا الإجابة وتقولوا معها كلمة آخر كلمة باش نجموا نحتسبوا النقاط في صورة اللي الإجابة متاعكم صحيحة. 1840 آخر كلمة 5 مارس. 1840 5 مارس آخر كلمة. باش نعرفوا الإجابة صحيحة ولا غلطة بعد شوية، جوست خليكم معنا في الاستماع لكنوزة فم. كنوزة فم على 105.1 في سوسة الحمد.